مجزرة عظيمة، مذبحة دامية، كلما جاء المدد تتم إبادته لم يبق أحد ممن جاء ولا يعرف خبر ممن عاد. لم يرى أعظم منها ولا أقسى. قرابة 100,000 قضوا نحبهم ولم يعد لهم أثر. جاء العثمانيون لغزو اليمن بداية ب7,000 مقاتل فأبيدوا، عززوا ب40,000 جندي فانتهوا جميعا، ثم جاء المدد ب40,000 آخرين تم محوهم، وسميت اليمن بعدها بمقبرة العثمانيين الذين غزوا الكثير من البلدان شرقا وغربا، وكانت لهم إمبراطورية عظيمة حكمت ل6 قرون من الزمن. هذه الملحمة التاريخية حدثت في صنعاء في منطقة مذبح. ما الذي جرى؟ ولماذا يكثر العويل عندما يذكر سكان الأناضول هذه الحادثة؟ خبايا المجزرة وسر تسمية منطقة مذبح نرويها لكم في هذا الفيديو. مجزرة مذبح. من من اليمنيين لا يعرف منطقة مذبح؟ إنها إحدى أشهر المناطق في العاصمة صنعاء، لكن لا يعرف السواد الأعظم من اليمنيين لماذا سميت بهذا الاسم، فضلا عن أن يعرفه الأجانب. وقد سميت كذلك للمذبحة العظيمة التي شهدتها، حيث قضى اليمنيون على كل من دخل المنطقة من الغزاة العثمانيين، ولم يخلد التاريخ مجزرة أكبر من مجزرة مذبح أناضول كما سميت آنذاك. للقصة بقية. من يذهب إليها لا يعود، مقولة يذكرها التاريخ عن اليمن. الدولة العثمانية في ذروتها وسلطانها سليمان القانوني في أوج عطائه، الذي كان أحد أشهر وأعظم القادة في الدولة العثمانية التي استمرت قرابة 600 عام. الدولة العثمانية عرفت اتساعا وانتشارا كبيرا في ظل حكم سليمان القانوني، وازداد اتساعها خصوصا في العالم العربي إلى أن أتى الدور على اليمن. يقول رئيس الوزراء آنذاك، وكان يدعى بالصدر الأعظم في الدولة العثمانية، سيكون احتلالها سهلا جدا. بالنظر إلى أنهم لم يواجهوا أي صعوبات في غزو البلاد العربية، فبدأ الجيش العثماني بالسيطرة على عدن وبعدها مضيق باب المندب، وهو الممر الاستراتيجي في المنطقة. ثم أرادوا أن يبسطوا سيطرتهم على الشمال اليمني بحجة تشكيل حزام أمني للدفاع عن أرض الحرمين من غارات البرتغاليين في عام 1538 للميلاد. في العادة كان العثمانيون يرسلون قرابة 5,000 جندي، قد يزيدون قليلا أو يقلون، وعندما أرادوا دخول اليمن أرسلوا 7,000 مقاتل، وخلال أسبوع واحد تم تصفيتهم، فبلغ الغيظ بتركيا مبلغه، وعززت بجيش يقدر ب40,000 جندي. قضى اليمنيون على الغالبية منهم، كاد الأتراك أن يخرجوا عن طورهم، بل لقد خرجوا وعززوا بجيش آخر قوامه 40,000 أيضا. ذهب جزء كبير من هذا الجيش نحو الشمال باتجاه صنعاء، ودارت معارك طاحنة في البيضاء وحجة وعمران. وفي تخوم صنعاء دارت أم المعارك في غرب صنعاء تحديدا في منطقة مذبح. وصل أكثر من 25,000 مقاتل من العثمانيين، وبدأت المعارك الأشد ضراوة والأكثر خسارة للجيش العثماني، حيث قتل 12,000 جندي في يوم واحد. يا لها من إبادة جماعية، وأطلق على المنطقة اسم مذبح منذ ذلك اليوم. ولكم أن تتخيلوا أن جيشا قوامه 87,000 أرسل إلى اليمن، لم يعد منهم سوى 5,000 جندي فقط، فخلد الأتراك هزيمتهم النكراء بالقصائد والأغاني بذكرى سيئة جدا لا يستطيعون محوها أو نسيانها. ويوجد ما لا يقل عن 7 أغاني شعبية للحادثة يواسي بها الأتراك أنفسهم، وتخلدت مقولة اليمن مقبرة الغزاة.
التاريخ يعيد نفسه، فاليمن كانت وما زالت عصية دوما على الغزاة والمحتلين، حتى أن الغزاة يعضون أصابعهم ندما لمحاولة دخول اليمن، ومذبح الأناضول خير دليل. وبعد معرفتكم أعزائنا المتابعين بسبب تسمية مذبح، نرجو منكم وضع تسميات شهيرة لا يعرف سبب تسميتها، سواء كانت يمنية أو عربية.